أول شيء الحمد لله رب العالمين، حمد طيبا كثيرا ملء السماوات والأرض، ما أعطى وما أخذ، وما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني الحمد لله رب العالمين، أخوي سعيد يعني الله أسعده في الدنيا وإن شاء الله بسعده بالآخرة وأكرمه يعني وحبب خلقه فيه. الحمد لله رب العالمين، هذا إشي شرف، يعني هاي الطريق شرف إلنا مش كرف زي بعض الناس يعني جابر عليهم الشرف. الحمد لله هذا جبنا الشرف، وهذا إشي بشرف كل شريف وكل ناس نظيف. الحمد لله رب العالمين، يعني سعيد يعني كان من المؤسسين وكان من المجاهدين من الصابرين من اللي يعني عانوا فوصلوا هاي المرحلة، والحمد لله رب العالمين. وغير هيك يعني حاولوا عدة محاولات وفشلت، والحمد لله يعني ضربوه بالغدر، وبالغدر أضخم واحد يعني بروح فيها، يعني مش شطارة ولا قوة. لو هم شاطرين وقويين بتواجهوا وجه لوجه. ياما اقتحموا عدة أيام للمخيم وما طلعوش، وكان الحمد لله كان الله معاه، واللي عند الله يهنيه. والحمد لله يعني الكل بحبه والكل بيحترم له والكل بيعزه، يعني سعيد اسمه معاه سعيد، كلبه الطيب نظيف يعني بحب الكل، الكل بحبه، سهل مع الكل، ما بيغلط أحدا. والحمد لله يا رب، يعني الله أكرمه في الشهادة وفي المحبة، وهو طلبها من زمان، يعني هو تقريبا من سنتين، والله أعطى إياها بعد سنتين، يعني مرحلة حلوة وأجواء حلوة ومرحلة يعني وأسس وزبط وخطط وكامل. وهي يعني دشر ولا دشر وراء ألف سعيد، يعني الحمد لله رب العالمين. مهما ساووا عزمتنا بتظلها قوية، ومهما عدوا مهما دمروا. يعني هم بيقولوا عن الشرفاء عن الشباب مخربين، بس أنا العكس، مش شايفهم أنه خربوا إشي، العكس هم أول ما يجوا استهدافهم المجاري والمي والزفتة مش الشباب. يعني يعني ما سلم منهم لا زفتي ولا شجر ولا حجر، أما مخربين أنا أصبح مخرب. الحمد لله رب العالمين على كل شيء.